معنا من لندن الباحث في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إيان بلاك. سيد بلاك، أهلا وسهلا بك معنا. يعني يذهب بايدن إلى هذه الجولة، جولتي الأولى الخارجية، وهو محمل بمبدأ تصحيح أخطاء سلفه ترامب. ما الذي ينطوي عليه ذلك في علاقته مع بريطانيا؟ وأيضا هل ستعيد هذه القمة وهذه الزيارة واللقاء مع جون زخم العلاقات الأمريكية البريطانية؟ من الواضح أن بايدن يريد أن يعطي الانطباع بأنه مختلف تماما عن دونالد ترامب، وما من شك في ذلك بالنسبة إلينا. بايدن يود أن يؤكد التزامه بدبلوماسية متعددة الأطراف إزاء التغير المناخي وكذلك جائحة كورونا والتطعيمات واللقاحات وما إلى ذلك. وبالنسبة لبوريس جونسون، من وجهة نظره هو تسبقه قراراته الخاصة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ويريد أن يموقع بريطانيا بشكل مختلف هذه المرة، ويعرف أن جو بايدن يلح على أن أيرلندا الشمالية وخصوصا اتفاق الجمعة العظيم الذي هو معروف بالنسبة له ويتعاطف معه، يقول إنه يجب حفظه. لذلك من غير الواضح في هذه المرحلة المبكرة ما إذا كانت قمة مجموعة الدول السبعة ستنجح على مستوى تجاوز آثار البريكزيت وكذلك اتفاق أيرلندا الشمالية، وهذا أمر مهم بالنسبة لبايدن. طيب سيد بلاك، الآن نستمع إلى توقيع على ميثاق للأطلسي، ميثاق جديد، نسخة جديدة عن تلك التي وقعت في العام 1941. ما الحتميات هنا في تجديد ميثاق كهذا؟ وهل سيكون تجديد هذا الميثاق صفحة جديدة مختلفة في التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ لسنوات عديدة بطبيعة الحال، أو على الأرجح لعقود عدة، بريطانيا تحدثت عن العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أقوى دولة في الكوكب، وبطبيعة الحال الظروف تغيرت الآن، والقضية الجوهرية هي التحديات التي تواجه العالم، وخصوصاً هي الصين التي تعتبر أكبر تهديد لأمريكا. ولا نعرف ما إذا كانت هذه الحكومة ستسهم في وضع حد لنفوذ الصين. نعرف أن هناك مشكلات عديدة مثل هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية وهي قضية حساسة، والحكومة البريطانية ملتزمة بحفظ وضعها وحرية هونغ كونغ. ومن المهم أن نرى ما إذا كان هذا الميثاق الأطلسي الجديد سيجدد العلاقات الثنائية بناء على تعددية الأطراف، وأيضا المقاربة التعاونية حول القضايا العالمية التي تعد تحديات حقيقية أكثر مما كان عليه الحال في السابق، وخصوصا في التغير المناخي وكذلك جائحة كورونا وقضايا أخرى. من غير السهل رؤية أو توقع ما إذا كان سيكون هناك ثمار حقيقية لهذه العلاقات الثنائية التي سيسوقها هذا الميثاق الجديد، بالرغم من أنه نظريا يبدو أنه قد يفعل شيئا، وخصوصا أن هناك إمكانات لحدوث بعض التحديات
بين الدولتين أمريكا وبريطانيا، وخصوصا فيما يتعلق بذلك الشلل في السفر والأسفار الدولية بشكل عام بسبب جائحة كورونا. هذا أمر أيضا سيناقشه أطراف مجموعة السبعة. شكرا جزيلا لوجودك معنا من لندن، الباحث في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية سيد إيان بلاك.